شو؟ مثلا برج الجوزاء. جوزاء حلي عنا انت والجوزاء. شو اللعبة هاي؟ والله شكلها لعبة حلوة. بتشبه لعبة ريد اليرت اللي كنا نلعبها على البي سي. لا حتى احلى من ريد اليرت. شوف الجرافيك والتأثيرات. شوف الجسر. لا 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 رهيبة. عجبتني. شوف كيف نزلوا جنود. يا اخي احلى من ريد اليرت. احلى بكثير. وعلى الجوال. اعملها تثبيت الان. تثبيت الان بسرعة. هي نفس اللعبة اللي عملنا لها تثبيت. طلعت لعبة سنايبر. المهمات. فمثل ما شفتوا نحن دائما بيطلع لنا اعلانات، بنكون على الفيسبوك بيطلع لي اعلان، بنكون على اليوتيوب بيطلع لي اعلان، بكون قاعد عم بشك بالمسبح بيطلع لي اعلان، يخرب بيت ام الاعلانات. قلت اليوم رح نجرب نلعب العاب الاعلانات، ننزلها ونشوف هل هي نفس الاعلان. يخرب بيت الغش، بتنزل اللعبه بتطلع لعبه ثانيه. فقبل ما نبدا لا تنسى الاشتراك، لا تنسى الاشتراك وتفعيل التنبيهات، ولا تنسى اللايك، حط لنا لايك يا اسطوره. وبس شيء اخير، سيرفر الديسكورد في الوصف اذا كنت حابب يعني تدخل بالسيرفر. ف والله انك اسطورتي. طيب في عندنا هذا الاعلان واللي هو عباره عن كره انت بتمشي فيها وبتدخل الى اي شيء يصير انت بتتحول عليه. يعني دخل الى هاي الزهره تحول عليها وصار يروح يقتل هدول اللي بيكونوا بمسلسل لعبه الحبار نفسهم. بعدين هاي الكره السوداء بتروح الى الكره العملاقه، يعني اي شيء بتدخل عليه انت بتتحول وبدون ما حدا يشوفك. فكره اللعبه كتير حلوة، يعني انت كرة واي شيء بتدخل عليه بتتحول لهذا الشيء. خلينا نجربها. هاي المرحلة الاولى بلاي. بالفعل نفس الاعلان في هدول، مو نفس لعبة الحبار، غير لابسين، غير الاعلان كان فيه لعبة الحبار. وهي انت كرة. حلو، لو دخلنا هون خلينا نجرب. خلينا نجرب ندخل. كيف بدخل؟ ما فيك تدخل الى اي شيء، ما فيك تتقمص الشخصيات، انت عبارة عن كرة. فيك تتقمص. شوفوا هاي اخذناه هون. عم بيقول لك انه انت تضرب او انك تجمده. خلينا نشوف ضرب يعني. نار او ثلج. بالفعل اني قتلته هو نفس فكرة الاعلان. هون في عنا شيء انك تقتله وتنزل منه للشيء اللي دخلت عليه لهذا الجسم. لا شكل هاي الجماعة نظاميا ما قاعدين بيكذبوا، بس هن بالاعلان دخلوا هون كان في اشياء غير بالاعلان يعني مزبطينها، انه مثل مسلسل لعبة الحبار الشخصيات طلعت غير. هاد عندنا هون قناص. اول ما يشوف الخط الاحمر بيجي عليك. لا حلوه حلوه اللعبه حلوه. هذا قناص لازم بسرعه تمر قبل ما يشوفك. تمام شكلي لازم اني ادخل على هذا القناص. طيب خلينا نجرب التجمد. هذا التجمد. اي شخص تجي عليه بتجمده. والله حلو 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 حلو. تمام وبعدها بتضغط هون اللي هو انك تقتل الشخص اللي دخلت عليه وتفوز المرحلة. لا عجبتني هاي اللعبة يا جماعة، نفس الإعلان 90% تقريبا. أنا نسيت لكم لازم نقيم الألعاب وقت ننزلها. هاي اللعبة بنعطيها 9.5/10 مقابل يعني الإعلان اللي شفناه، لأنه بالفعل نفسه تقريبا نفسه. حلوة اللعبة اللي بعدها يا جماعة، واللي هي كأنه أنت قاعد بتحفر أشياء مثل يعني أشياء مثل ماينكرافت. في عنا دايموند، في عنا تي إن تي هون، ما لازم تفجره، لازم تاخذ هدول الدايموند وبيعطيك فلوس بالمقابل. شكلها لعبة حلوة، ماني فهمان فكرتها كثير، بس شوفوا إنه عم ياخذ فلوس من وراء تجميع الدايموند والمجوهرات. خلينا نحمل اللعبة. حلو، نفس شكل الأحجار، هاي نفسها اللي بتكسر، كانت موجودة في الإعلان. في عنا بنزين زيادة. المشكلة انها ما بتطول، بطيئة حتى. هدول بتجمعهم هيك بتاخد الفلوس تحت. اوكي البنزين خلص. طيب اذا البنزين خلص انا شو بدي اسوي؟ شو لازم اعمل؟ اللعبة مو نفس الاعلان. يا جماعة فهمت فكرة اللعبة، انه انت عندك هاي الحفارة اللي بتحفر، لازم تطورها، لازم تعبي لها بنزين، وفي عنا اشياء ثانية. بس خلينا نحط بلاي. شوفوا طبعا مو نفس الاعلان 100%، فهدول اللي بتحفرهم انت بتجمع منهم فلوس، يعني هيك بالاعلان كان. بس ما في عنا دايموند، ما في عنا تي ان تي ومدري شو، وحتى انها صعبة شوي بالبداية، اتوقع انه لازم تشتري فيها او تشحن فيها يستغلوك يعني. البنزين خلص، طيب اذا بدي اعبي بنزين لازم نعمل باك، وبعدها نروح عند البنزين هون وندفع له. شايفين انا معي فلوس فوق دفعته؟ حتى اللعبة فيها اعلانات العاب. خلص يا جماعة جربت هاي اللعبة. تقييمها رح يكون هو 5/10. ليش؟ لأنه
نص اللي كان بالإعلان موجود هون صح؟ هاي اللي بتحفر موجودة، بس ما في دايموند، ما في فلوس كثير، ما في تي ان تي، ما فيك تتطور بسرعة، زائد في بنزين، وحسيتها مملة شوي، فبعطيها 5/10. هون في عنا هذا، شو هذا مقطع؟ هاي إعلان تمام. فكرة اللعبة انك بتروح بتجيب معاملات او كتب او شيء بتعطيهم للموظفين وبتاخد فلوس، بتطور الموظفين اللي عندك، بتشتري مكتب، تشتري ايش شو لسه كمان ممكن تشتري، بتطور المساحة، بتجيب موظفين اكثر. يعني فكرتها انت مثل المدير، بتروح بتعطي لموظفينك هدول المعاملات عشان يخلصوها ويجيبوا لك فلوس. خلينا نجرب اللعبة. طريقة التحكم نفسه تقريبا، بتاخد فلوس من هون، بتجيب معاملات، اوكي كمان بتدفع، بتعطي للموظف اللي عم يشتغل عندك والموظف بيعطيك فلوس. حلو. عشان تفتح القفل هون، اما انك لازم تشوف اعلان، او انك تدفع 1500، او انك تجي تاخد من المعاملات اللي موجودة هون. هاي ماكس بنعطيها للموظف. تفضل الموظف. الفلوس قليلة. الموظف بيشتغل، ما بيشتغل بسرعة نفس الاعلان، بيشتغل ببطء. ممكن فيك تطوره، بس انه نفس فكرة الإعلان يا جماعة. هات أنا محتاج هلأ 200 عشان أني أفتح موظف ثاني. خلينا نشوف. هاي فتحنا موظف ثاني، أوكي. وهون فيك تفتح المكاتب، نفس الإعلان. خلينا نقيم هاي اللعبة يا جماعة، بعطيها 9/10. نفس الإعلان 100%، لكن السرعة فيها أقل من الإعلان. أكيد هنا بالإعلان مسارعين عشان يورجوك شو راح يصير معك بعدين، بس أنه نفس الإعلان. طيب هون شو عنا؟ عنا اعلان هون للعبة شكل همة الالعاب البي سي، حتى التحكم وكأنه عم يتحكم بالبي سي. شايفين؟ بتجيب تسوي مزرعة عندك، بتجيب هدول الاغنام بتربيهم، بتعمر، بتبني. حلو. بصير عندك مثل الجيش، بتقاوم الجيوش الثانية، بتجيبهم، بترجع الغنمات لانهم سرقوهم. وهي بتجي بتبني هون قريب من منجم الذهب عشان تعبي تجيب ذهب. اوكي فهمنا الفكرة. الفكرة نفس العاب الحرب القديمة، لعبة الجنرال والالعاب الثانية رايس اوف ايش اسمها. خلينا نجربها، شكلها حلو والله. هلا قاعدين عم بيعلمونا بس حتى نصير مستقلين ببين معنا. هاي البناء هون اصلاح، هاي قاعدين بنبني. هاي الغزال، انك بتجي بتطارد الغزال عشان تجيبه، ممكن تقتله او شيء. خلينا نشوف. بيطاردوا الغزال عشان ياخدوا ممكن اللحم والجلد ومدري ايش. اخدوا اللحم. لا شكلها اللعبة حلوة، سريعة بالبناء، مو بطيئة يعني. ما شاء الله، شوفوا فورا سوينا هذا الشيء، ما اخد معنا وقت. هون في شيء. حصلنا تنين إلنا. هاي بيضة التنين بدها وقت لتفتح. ممكن شكلهم هجموا علينا يعني. يمكن للسياج ايقاف سلاح الفرسان، قم ببنائه بسرعة. هجموا علينا الفرسان. طيب شلون بدي ابني سياج اللي هو السور يعني؟ هيك. حلو. لا اكيد. حلو. رامي السهام. هاي رامي السهام بيكون ورا السور. شوفوا طريقة كيف قاعدين بنقتلهم. ماتوا كلهم. شوفوا يا جماعة، هاي القرية اللي أنا سويتها، سويت عندي جنود، عم أدرب جنود، لكن ما عم بعرف كيف بدي أهجم. فما بعرف يا جماعة إذا هاي اللعبة فيك تهجم على العالم، أم إنك بتلعب وحدك وبتروح بتصير تفتح المدن اللي موجودة والقريبة منك. صراحة ما بعرف. خلينا نعطيها تقييم مقابل الإعلان، رح نعطيها 8/10. ليش؟ لأنه البناء والمباني والكل شيء والجنود نفس الإعلان، ما كانوا عم بيكذبوا. حتى في عنا تنين يعني وأشياء غير اللي كانت موجودة في الإعلان، لكن أنا ما عرفت كيف بدي أهجم على العالم. يعني شفنا في اشتباكات وهيك، وين الاشتباكات شلون ماني عم بعرف. فانا بعطيها تقييم 8/10. فبس يا جماعه، لهم بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا. ان شاء الله المقطع يكون عجبكم. اذا بدكم اني استمر بهاي السلسله ونزل لكم جزء ثاني، وصلوا هذا المقطع لاكبر عدد من اللايكات. خليني اشوف لايكات مشان انا انزل لكم جزء ثاني لعيونكم. اوكي، واكتبوا لنا تحت التعليقات شو اكثر اعلان عجبكم. فبس كان معكم ثائر من قناه سبايدر جيمر. بيس اوت.